سوز 24 للخبر عنوان وللصدق مكان. جماعة ولاد بالرحيل عملت ترودانت كما كتشوفوا قدامكم، الأزبلة هذه قدامكم هنايا. إذا احنا كنعانيو مجموعة من الأمور، من بين هاد الأوساخ هذه اللي كتشوفوا قدامكم هنايا، الناس ساكنة هنايا كتجي كتلح الأزبل ديالها هنايا. حنايا ديما كنمشيو عند البلديه وكنتشكاو ليهم على اساس انهم يحيدوا لنا هذه الازبال هذه كامله، ولكن بالنسبه للشاحنات ديال نقل الازبال كتجي هنايا غير مره مره، يعني ما كتجيش باستمرار. حنايا كنتشكاو من هذه الازبال وكنتشكاو حتى من الزباله اللي كيحرقوا دائما. اذا هذيك الزباله هذيك ملي كتحرق ديك الاوساخ اللي كيكونوا فيها كتنبعث منها مجموعه من الدخان اللي هو كثير بزاف، اللي كيأثر على الاطفال هنايا وكيأثر حتى على الناس اللي كبار هنايا. داكشي اللي سبب لهم في مجموعه من الامراض من بينها الحساسيه، سواء الحساسيه ديال الجلد او الحساسيه ديال الانف. وانا نيت شخصيا اللي كنعاني الان من الحساسيه وكنعالجها، ولكن كنتمنوا ان هاد الامور هادي ياخذوا المسؤولين بعين الاعتبار، هاد الناس الساكنين اللي كاينين هنايا، وكنتمنوا انهم يديروا شي حل لهاد المسائل هادي، وكنتمنوا انهم ايضا يشوفوا هاد المنطقه هادي اللي فيها بزاف ديال الامور اللي خاصها تحيد من بين هاد كثره العواد اللي كاينه هنايا، كثره الامور الاخرى اللي كيديروا هنايا، مثلا الناس الزريبات ديال البهايم وهذا. داكشي علاش حنايا كنتمنوا انهم يشوفوا من حال هاد الناس هادو هذا، ويحيدوا هاد المسائل هادو، ويديروا واحد القانون اللي كيحد واللي كيحبس من ان اي واحد مثلا شافوه كيربي الازبال هنايا تكون شي غرامه، يعطوا واحد الغرامه ماليه مثلا باش المنطقه تولي نقيه، لان هاد الامور هادي راه كثر كاع من كورونا. حنا دابا كنعانيو من كورونا وكنعانيو من مجموعه الامراض الاخرى، ولكن الا خلينا هاد الشيء هذا راه يقدروا يخرجوا لنا امراض اخرى اللي ما نقدروا اننا نعالجوهم. لذلك كتوجيه وك نداء للناس المسؤولين على هذه المنطقه هذه اللي هي ولاد بالرحيل، خاصهم يشوفوا من المنطقه ديال هذه الشواطات هذه اللي كتعاني من مجموعه من الامور، من بينها التهميش. كنشوفوا امور اخرى ما كنبغوش نهضروا عليها، ولكن راه بزاف ديال الامور هنايا اللي خاصها تغير. من بينها راه الواد الحار مثلا هنايا راه كيعاني، ما كاين كاع الواد الحار هنايا، يعني ما كاين كاع زياده على ذلك. هنايا واحد الساقيه هنايا راه كانوا داروا ليها النص، يلا داروا ليها الضاله ديك الساعه، ولكن ما كملوش، ما وصلوش الضاله ديالها حتى لهذا الواد هذا. من بين ذلك هو ان الاضاءه، يعني الاضاءه ما وصلش لكل شيء، زياده على ذلك حتى الماء. كاين الناس اللي مازال ما دخلش عندهم هنايا الماء في البلاصه نيت ديال بور ديال جناب باروش هنايا، يعني كيعانيو بزاف حتى هما. كذلك كاين الناس اخرين هنايا اللي مازال ما استفدوش واللي ما دخلش لهم الماء داك الكهرباء. لذلك احنا كنتمنوا انهم يشوفوا بعين الاعتبار هاد الناس هادو ويتلبيو الحاجيات ديالهم والمتطلبات ديالهم، وكنتمنوا ان هاد الامور هادي توصل ليهم وياخذوا بها من عين الاعتبار. وشكرا لكم.